خلاص نبدأ في عملية التثبيت اهو. تمام بدأنا في عملية تثبيت الشفافية على الأصل الورق. بعد كده هنبدأ نجيب الأقلام بتاعتنا اللي هي أقلام الشفافيات. تمام؟ أقلام الشفافيات يا شباب اسمها ماركر بن. تمام؟ القلم ده بيبقى فيه ناحيتين بس، فيه قلمين أو سنين، سن تخين شوية وسن من الناحية التانية رفيع. تمام؟ في مشكلة في الموضوع؟ ليه السن التخين؟ السن التخين للتحديد، اما السن الرفيع فهو ليه؟ لكتابه المعلومات على الشكل. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب نجيب الاقلام بتاعتي مثلا، وليكن انا عندي مثلا لونين او ثلاثه. الشفافيه عندي ايه؟ هبدا احدد الشفافيه بتاعتي، اعمل لها حدود امان. ده الخطوه رقم واحد. حدود الامان نعمل ايه؟ اسيب 2 سم من كل جنب في الشفافيه. خلاص؟ في مشكله في الموضوع لحد دلوقتي؟ طيب نجيب المسطره بتاعتي ونسيب 2 سم. اجيب مثلا القلم الاول وليكن القلم الاسود. تمام؟ وهبدا احدد بيه الحدود الخارجيه لمين؟ للشكل. اهو احاول وانا ماشي على الشكل امشي بسلاسه كده. ليه؟ عشان الرسم بتاعي ما يظهرش مقطع. طبعا انا غلطت في حته، هعمل ايه؟ هجيب منديل وليكن مثلا منديل مبلل، واغسل ايدي كويس واعصره، واعصره من الماء اللي فيه، وشويه كحول عليه من الطرف كده، شويه كحول صغيرين خالص، وابدا اشيل الجزء اللي غلطت فيه. ها تمام؟ الاقلام دي يا شباب اللي هي بتاعت انتاج الشفافيات اللي هي الماركر بن، الاقلام دي ثابته، ما بتتمسحش بسهوله، خلاص؟ فلازم اعمل منديل كده عشان تتمسح. هبدا احدد عندي. تمام؟ كمل تحديد الاطراف الخارجيه للشكل. تمام؟ حددت الاطراف الخارجيه للشكل، اجيب القلم اللي هو باللون الثاني وليكن مثلا القلم الازرق، وابدا اعمل ايه؟ احدد التفاصيل الداخليه. طبعا القلم اللي هو الماركر بين اللي هو اللي هي بتاعت الشفافيات يا شباب هيكون السن بتاعه رفيع ارفع من كده سن، فيطلع الخطوط بتاعتك دي دقيقه شويه عن كده. تمام؟ محدش يجيب قلم صبوره زي اللي انا بعمل بيه ده ويعمل بيه، انا بعمل لكم ده بس اللي ايه؟ للتوضيح. الموضوع سهل ولا صعب؟ طيب نبدأ نرسم الناحية التانية زيها بالظبط. طلع عندي الشكل زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ ببدا اجيب القلم بتاعي تاني واكتب البيانات على الرسم. هات حنجرة. شغل ايه؟ هنلاقيها
الرئة اليمنى انكسرت هوائية فم الآن تمام؟ خلصنا كتابة كل البيانات على الشكل وخلصنا عملية شكل الشكل، أصبح كده الشكل عندي نهائي. ببدأ في عملية بسيب الشبكية بس لما تجف شوية لما تنشف كده كويس وأبدأ أشيلها من على السطح. نشيل اللزق اللي على الشفافيه اهو. لو لاحظنا الشفافيه هنا طلع انا فيها الشكل زي الاصل بالظبط صح؟ نبدا نركن الشكل ده بتاعنا شويه خلاص معايا. هنبدا نجيب فرخ كنسل تمام؟ فرخ واحد بس خلاص؟ ونبدا نجيب الشفافيه بتاعتنا. الورقه دي اللي هي كانت في ظهر الشفافيه هي قد الشفافيه بالظبط تمام؟ فهنحدد حدودها في نص الايه؟ في نص الورقه الكنسل خلاص؟ اهو هنبدا نحدد عليها. جبت نفس حجم الورقه اهي خلاص؟ هبدا اخد من كل جنب 2 سم. الورقه دي شفافيه هناخد من كل جنب 2 سم اهو. وليكن انا اخدت هنا 2 سم من الجنب تمام؟ وهنا من الجنب ده 2 سم. ناس تقيس لو سمحتوا ماشي؟ هنبدا نيجي على الجزء الداخلي اللي احنا عملناه ده. ما الناس تقعد تبص معايا كده بدل ما انتوا قاعدين مش شايفين حاجه. نجيب الكتر بتاعنا ونبدا نفرغ ثلاث نواحي منه. هنفهم ليه هنفرغ ثلاث نواحي منه دلوقتي. حد كان عامل كفر للشفافيه قبل كده؟ زي اللي انا بعمله ده؟ لسه. طيب. بعد ما خلصنا الورقه بعد ما خططناها وفرغنا من الثلاث نواحي طلعت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده اسمه ايه دلوقتي؟ ده اسمه غلاف لحمايه الشفافيه او كفر للشفافيه. تمام؟ في مشكله في عمايله؟ طيب هنبدا نجيب الشفافيه بتاعتنا نمسكها من حدود الامان عشان ما نخربش ما نعملش فيها ما نمسحش الرسمه وكلام من ده كله. نبدا نحط الكفر بتاعنا ده. احنا ايه؟ ثبتنا ناحيه منه وفرغنا الثلاث نواحي كانه باب بيفتح كده تمام؟ هنبدا نعمل ايه بعد كده؟ نحط دي على وشها كده اهو تمام؟ ونبدا نمسك الشفافيه بتاعتنا كانها في مواجهه الطلاب كده. ها تمام؟ واضح؟ نبدا نحطها على وشها على دي. نظبط بقى ايه؟ حدود الامان على حدود الامان اللي احنا كنا عاملينها هناك. خلاص؟ الناس كلها معايا؟ نبدا نجيب لزق ونلزق. نعم. بفرغها؟ بفرغ ايه؟ ده مش هفرغ حاجه. هي شفافيه بتبقى كده. مش ماشي شفافية، بتعرف تجيب على الجهاز. ده عند الشكل النهائي لمين؟ عند الشفافية. للشفافية، أهو. خلاص؟ الناس كلها شايفة؟ طيب، الشكل النهائي أنا عملت إيه فيها أساساً الورقة دي أساساً؟ الحماية. الورقة البيضاء عبارة عن حماية شفافية مش أكتر.